السؤال اللي طرحتي على الاختصاصات وعلى الممثلين اللي كيوليو، هذا الشيء كاين في العالم كامل. عارفين بان يحضرني غيوم كاني، ممثل فرنسي دابا حتى هو تقريبا كان في نفس لاج، انتهى الاخراج منذ مده وكتابه السيناريو. احنا ما كنطفلوش على مهن، احنا كنشتغلوا بالفن وكيبقى الابداع، احنا حرين في الابداع ديالنا، سواء قبضت ريشه او طلعت فوق الركح من اجل اداء مسرحيه او دور او كتبت، هذا كيبقى ابداع. وكما نطالب جميعا بحريه التعبير، نطالب بحريه الابداع، وما كاين حتى شي واحد في الدنيا يقدر يوقف امام مبدع بغى يغني ولا يمثل ولا يقوم برقصه ولا يعمل اخراج. ما كنعرفش علاش هذا التحامل عندنا في المغرب، اي واحد بغى يدير شي سورتو موجه بالصح في جميع. اسمح لي كاستاذ حسن، هذه القضيه كترجع مع حتى الرفقاء المخرجين اللي كانوا ممثلين، كيتطرح هذا السؤال. انا المبدا ديالي هو مبدا الحريه، من بعد انا ما فكرت في كتابه السيناريو او الاخراج حتى يعني قضيت مده ليست بهينه حتى وصلت الاربعينيات من عمري، وانا كنقول اليوم غنعمل اخراج، غدا غنعمل اخراج، اليوم غدا لا، ماشي محشومه بلاتي. علاش؟ حيت ديك العقد عندنا كيربيوهم فينا ديال لا 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 ما يمكنش نعمل اخراج لان هذا الشيء صعيب. الوغ كو انا ملي دخلت المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي كان عندي حلم يراودني منذ الصغر، كيبغي يكون عندي اون فيزيون جلوبال دو لا شوز، وهذه هي اهم سيما خصها تكون عند المخرج، عنده سا فيزيون جلوب، يقدر يعاودها كيف ما بغى، يكون هو قابض خيوط الحكايه، ولو انه ما يكونش كاتب سيناريو ولا كنت كنخطا وقفوني اصدقائي النقاد يعني. ولكن كنقول لا، ولكن انا احب التشخيص بلاتي، نديروا التكوين، وتكوين في المعهد اللي كان رائع فيه انه يعني شامل مادات الرقص، مادات الغناء، مادات التنشيط الثقافي، تاريخ الفن، تاريخ الملابس الى غير ذلك، يعني دوزنا من مراحل مهمه في التكوين. ومن بعد اشتغلت، ومن بعد سافرت الى الديار الفرنسيه وخديت اون ميتريز في لا سوربون، ومن بعد عملت مؤخرا هذه مؤخرا بديت ديامي كملت في الجامعه في الرباط. يعني الواحد كنقول انا حر اكيد في ابداعه، وما محتاجلوش انه يبينوا ضروري بالدبلوم، لان باش ما نقولوش كنحرموا من فئه معينه ما عندهاش دبلوم، لا، ولكن كنقول التكوين والبحث مهم والثقافه مهمه والاطلاع على ما يوجد عند الاخر مهم. ولكن انا عندي واحد الحاجه، واحد الرغبه، علاش غتمنعني؟ ماشي انت، علاش غيمنعوني؟ فهمتي؟ علاش غنتمنع بحجه انه هو ممثله وعاوتاني ناضت دير الاخراج؟ فهمتي؟ علاش لا؟ علاش غفهموني علاش لا؟ زعما انا يا الاعمال ديالي كتحكم عليا، يعني الا شفتوا الاعمال كاع اللي شاركتها كتابه انا واخراج الحمد لله لقات نجاح عند الناس. والعيب الا عملت شي اعمال مخله او ما عجبتش الناس، على الساعه كنقول ورا بعدا غنجرب ونعرف راسي واش انا غنصلح ولا لا. الناس كيمنعوك حتى من حق التجربه، الوغ كو في العالم كامل كاين ممثلات داروا كتابه سيناريو، داروا اخراج، داروا المانكينا، غناوا. عباد الله حنا كنديروا الفن، والله ما قلت انا طبيبه غدا ونتفتحت عياده بالله. السؤال الاخر الشباب انا كنقولهم دائما حتى اللي كيجين عندي اما تهضرش معايا الا عندك رغبه في التمثيل، الا ما قريتيش على الاقل مسرحيه في حياتك. وللاسف القراءه البحث ولا عندنا منعدم، الناس كتجري وراء الشهره وراء هذا العدد الميكروفونات باي وسيله، مع احترامي لهذا الشيء. ولكن انا تعملت ما عرفت شحال دابا 48 في عمري 49 داخله عليها، عاد وقفوا لي هذه الميكروات حداي، ومنادم كيجي ان شاء الله فاق في الصباح خصو يوصل بسهوله. علاش؟ ما باغي لا يقرا، ما باغي يعمل ديبلوم، ما باغي يتمحن، ما باغي يدير حتى شي حاجه، هو باغي الشهره. ومي كنقول انا ما يهضر معايا حتى واحد الا ما كنتيش قاري، ما حلفكش الحظ في حياتك، عندك مشاكل عائليه، راه الكتوبه موجودين في الزنقه مصابغه تلقاهم على الرفوف. نعطيكم الكتوبه، المراكبات الثقافيه عامره بالكتوبه عباد الله، شكون كيمشي لها؟ دونك انا كنشجع اول حاجه ما تهضرش معايا، ما تقوليش شنو الحلم ديالك، شنو هو اقرا اقرا على الاقل مسرحيه. هادو بالنسبه للشباب اللي كنصادفهم في مساري
كأستاذة التعليم الفني، فيجي عندي الورشة هو ما قاريش حتى مسرحية، عيب حرام، ماشي الذنب ديالو يمكن، ولكن أنا من واجبي نقولها له. أنا كنكتب، واخا أنت كتكتب قريتي شي حاجة؟ شنو الحلم ديالك ككاتب؟ مرحبا، ولكن ها كاينه مراحل وحنا غاديين، ولكن اللي كتحس به عنده بصح المهم وعنده داك الحر وعنده واحد الغل كتلقاه كيعمل جهد، ولكن واحد اخر كتقولوا الا انت باغي تشهر راه كاين وسائل عديده من اجل الشهره. مي انا كنطالب وكننصحهم، واخا انا ماشي في مكان نعطي النصيحه، انهم التكوين مهم جدا، وما نبقاوش نقولوا راه ما كاينش، سي با فري، كاين كل شيء. حنا في ايامنا كانوا ديور الشباب، دابا كاين مراكز ثقافيه، امشي شوف غير لوحه، ما كاينش مثلا دابا بسبب الجائحه انعدمت حقيقه الانشطه الثقافيه والورشات، ولكن المتاحف محلوله، امشي على المتحف، امشي للغالغي نشوف هذوك المواقع ولا هذا، كاينه هي ثقافيه اوسي، كاين اللي كيبحث على شي حاجه كيلقى. الحلم ديالي لا مازال عمر، اسمح لي يا اخي، ولكن مع الدور هو اللي كيسير ماشي انا. لا هذا السؤال عن قرب استاذ عبد الحفيظ ولا لو؟ عن قرب، سؤال عن قرب. هاو هاو